شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلقت نيرانها تجاه شاطئ النصيرات وزويدة وسط القطاع. كذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها قبل 4 أيام في معارك في شمال غزة. Thank you.